ايه اكتر بنك تسحب منه دولارات براحتك؟ ولو سافرت بطاقتك في جيبك تضمن انك مش هتتزنق في فلوس؟ طب ايه علاقة كل ده بمستقبل الجنيه وسعر الدولار في البنك؟ انا ايه الوليد، كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. من بعد التعويل، البنك المركزي سمح لكل البنوك انها ترفع القيود على البطاقات الائتمانية حسب احتياجك وكمان حسب احتياج كل بنك. وفعلا في بنوك نفذت، واولها البنك الاهلي، وده لما رفع حد المعاملات الدولية الشهرية على بطاقة كلاسيك خارج مصر الى 500 دولار بدلا من 250 دولار، ورفع حد السحب النقدي حتى 50 دولار. كمان رفع الحد الائتماني لمشتريات ببطاقة جولد ل 750 دولار بدلا من 500 دولار، وكمان حد استخدام السحب النقدي الشهري بقى 70 دولار. بالنسبة بقى لبطاقة وورلد، بلغ الحد الأقصى للمشتريات الشهرية 3200 دولار، وحد السحب النقدي 150 دولار. وبعد كده الدور على بنك مصر، واللي رفع حد المشتريات الشهرية من الخارج ببطاقة كلاسيك إلى 60 دولار. كمان زود الحد الائتماني لمشتريات ببطاقة جولد بالخارج إلى 200 دولار. بالنسبة بقى لبطاقات تيتانيوم وبورلد، فبنك مصر رفع الحد الأقصى للمشتريات إلى 500 دولار، وخلى السحب النقدي بالخارج ما بين 60 دولار ل 120 دولار. أما بقى البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، فرفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر علشان يبقى 3500 دولار حسب الفئة. حسب موقع العربية، رفع البنك التجاري الدولي الحد الشهري للمشتريات في بطاقات برايم ل 1500 دولار، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي ل 70 دولار. وفي بطاقات بلس، رفع البنك الحد الشهري للمشتريات ل 2500 دولار، وزود الحد الشهري للسحب النقدي الى 100 دولار. وفي بطاقات ويلز، الحد الاقصى الشهري لمشتريات من خارج مصر بقى 3500 دولار، والحد الشهري للسحب النقدي 160 دولار. اخيرا بقى في قطاع البرايفت، بنك سي اي بي رفع الحد الاقصى الشهري لمشتريات خارج مصر ل 4000 دولار، الحد الشهري للسحب النقدي بقى 200 دولار. بس خد بالك، حسب العربية لسه البنوك منع تفعيل البطاقات الائتمانية الجديدة للاستخدام بالعملات الأجنبية قبل 6 شهور من تاريخ الإصدار. هنا بقى الخبير المصرفي محمد بدرة أكد إن إزالة وضع الحدود على استخدام بطاقات الائتمان هيبقى أكبر دليل على نجاح القرارات واللي أعلنها البنك المركزي علشان يأتي على السوق السوداء للدولار، وخاصة بعد تسجيله أسعار غير منطقية. ساعتها كان لازم البنك المركزي يتصرف ويحط قيود على حدود السحب من البطاقات الائتمانية في الخارج علشان التلاعب، حتى لو ده اتضرر منه الشركات والأفراد اللي بتحتاج البطاقات علشان تدفع الاشتراكات في مواقع خارج البلاد. اما بقى لو بتسال سعر الدولار هيبقى كام، فحسب الخبير الاقتصادي عمرو الالفي، سعر الدولار في مصر ممكن يستمر في الانخفاض خلال الفتره الجايه علشان يسجل مستوى 45 جنيه، ده يحصل في حال تراجع المضاربات على الدولار وانخفاض الطلب عليه وزياده المعروض ده. طبعا ده مرهون بالدولارات اللي هتدخل البلد، واولها من صفقه راس الحكمه مع الامارات بقيمه 35 مليار دولار، وكمان 8 مليار على دفعات من صندوق النقد الدولي، و8 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي، وكمان الاموال الساخنه من المستثمرين الاجانب. في النهايه بقى، انت شايف ان الدولار هيكمل انخفاض لغايه 45 جنيه ولا ممكن يطلع تاني؟ كمان ايه رايك في الشهادات اللي اعلنها البنك الاهلي وبنك مصر بفايده 30%؟ شاركوني برايكم في التعليقات.